واش غادي نعاود لك غادي يركب وصل تل عنده 14 عام اخويا ومشى خويا مشى العين السبعه تجدنا الاخبار ديالو راه مات مالو حل عليه الشيفور الباب طاح مسكين تضرب مع طار والزبيره مشى قال لك هادشي راه عندنا ديما هادشي اللي كيوقع هادشي راه ديما عندنا حنا شي ديما خويا ما كاينش باغي يتحمل المسؤوليه كاع هنا فهاد البلاصه كلشي هربان من المسؤوليه كلشي ها هو دري بعمرو 14 عام سينايا هو اللي عند امه هو اللي عند امه شوف يلا تعرفوا بالناس شوف الاولى قريت اخويا هادشي كامل تيطرى لينا كل عام حنا واحد السيد جا قال لنا راه ندير لهم طوبيس يولي يجي يديهم من الوقت اللي بغاه هو راه 3 ايام 4 ايام يحيد طوبيس راه بلاصتي انا بلاصتي زوج الدراري حنا تنطالبوا على السيد الحقوق ديالو على الطوبيسات بغينا يتعودوا دارهم خاص الناس المسؤوله من هاد 9 طوبيسات ديال ارزا والمارشكيكا يجيو عند با يشوفوا الحاله ديالو حيت هاد الناس هنا ما كاينش شي واحد تيدوي مع شي جهه يبقى يطلق علينا السماوي وتيمشي بحاله هادشي اللي كاين وعيشه المالك نزيدك هاد الشيفور هذا عنده حق يسوق ويتخلص تيبان سكرانين قرايبات تيجيو سكرانين انا قبيله على الصوار باش تسلم النون جوانات جوانات هو يجي يتخلص ويسوق ويقابل البيبان ويوقف كي داير الخدمه هاد الشيفور ها هاد الشركة فين باغا توصل؟ حنا دابا تنطالبو من الإدارات باش يقراو الدراري الناس يشوفوا في التليفون يشوفوا الدراري الصغار هو الدري هذا الدري هذا الدري اللي كنا باغيين نتسناو منه بزاف الحوايج ها هما قتلوه هاد الناس قتلوه سكيرية سكيرية راه ماشي الشوافرية سكيرية تيجيبوا الدراري قصيرين اللي تعلموا في السوقان طوبيسات بعدا الله يرحم لكم الوالدين وطلبوا سيدنا 2020